الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بكم على أمل اللقاء بكم دائما على القناة الفضائية الفلكية العربية. بداية لا بد لنا من شرح ليس مغتضبا كما ورد في الحلقات السابقة، وإنما سنطرح حقيقة السحر بكل أبعاده ونتحدث عن العقائد السحرية وعن حقول وأنواع السحر وعن وسائل وآليات السحر وعن مكونات السحر، وأخيرا سنتحدث عن طرق الشفاء من السحر. بداية لا بد لنا من تعريف هذه الكلمة. السحر هو كل أمر يخفى بسببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع، وكل ما لطف مأخذه ودق وجمعه أسحار وسحور. وتاريخ السحر قديم جدا بقدم الإنسان على هذه الأرض، ولقد عرفت الأمم السابقة السحر فيما بينها، فما من أمة من الأمم إلا أرسل إليها رسول إلا وأتى الرسول المرسل بالسحر والجنون وقرن بالسحر، لأن بعضا من المسحورين تصدر عنهم تصرفات مثل تصرفات المجانين أو ما يشبه هذا الأمر، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ومن هذه الآية نستدل على أن السحر أمره قديم جدا وبقدم الإنسان. وهناك ثلاث أنواع واردة للسحر. ينقسم السحر بشكل عام إلى ثلاثة أنواع. أولا سحر التخيل، وهو أن يعمد الساحر إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف، ويلقي فيها أنواعا من الخيالات والمحاكاة وصورا مما يقصده من ذلك، ثم ينزلها إلى الحس بقوة نفسه الخبيثة المؤثرة فينظرها كأنها في الخارج وليس هناك شيء من ذلك. وهذا النوع من السحر يستعمل فيه الساحر عنصرين هامين مؤثرين في الخيال، يستطيع بهما أن يتصرف على خيال المسحور كيفما يشاء فيريه ما يريد. وهذان العنصران هما أولا سحر العيون والاسترهاب، واستشهادا على القول من كتاب الله قوله تعالى عز وجل: قالوا ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، أي جعلوا أعين الناس ترى أشياء غير حقيقية، كمثل أن يرى الإنسان التراب يصير ذهبا والحديد يصبح ماء. وهذا هو الشيء الذي حدث لقوم موسى، إذ أنهم رأوا الحبال والعصي وهي تمشي، وفي واقع الأمر أنها كانت ثابتة جامدة مكانها، ولكن بحكم أنها سحرت أعينهم صاروا يرونها تتحرك وتسعى. فقوة الخداع للعين والتمويه وخطف الأبصار بالخفة مع التأثير بالخوف، كل ذلك يؤثر في خيال الإنسان المراد سحره، حيث يصبح خياله تحت سيطرة الساحر فيريه ما يريد أن يرى ويخيل إليه ما يريد أن يخيله إليه. لذلك قال عز وجل: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وهذا يعني أن التخيل الذي حدث لهم إنما تم عن طريق السحر. وبالمقابل وحتى يتبين الحق من الباطل، نرى أن موسى عليه السلام دخل هذه المعركة هو وأخوه هارون، وهم شخصان ضد أمة الكفر بقيادة فرعون، والذي قيل أن عددهم 70 ألف ساحر أو أكثر، ولا تناسب هنا بين الفريقين عدة وعددا، ولكن الغلبة لمن كان مع الله ولو اجتمعت الجن والإنس عليه. وصور لنا القرآن أن موسى خاف مما رأى عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، وهذا الخوف من طباع البشر، ولكن الله ثبت قلبه لكي يعلم الجميع أن القوة العلوية أقوى من السفلية،
وإرادة الله عز وجل بذلك أن يلقن الطاغية المتكبر وقومه وأمثاله درسا على مدى الحياة، فأمر رسوله أن يثبت، وذلك في قوله تعالى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ولكي يمده بالأمن والأمان والطمأنينة أمره الله بقوله تعالى: والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعندما جاء هذا الأمر من الله علم موسى أنه منتصر بنصرة الله له، وبدأت المعركة الكبرى، وجاء السحرة واجتمعوا وأخذوا الأمانة عن طريق فرعون ممنين أنفسهم بما ينتظرهم من الأجر العظيم إنهم انتصروا، وجاءوا بحبالهم وعصيهم، وجاءوا بسحر عظيم سحروا به أعين الناس التي كانت مجتمعة وموجودة. إضافة إلى ذلك خلينا نوقف شوي، نادر ما عجبني هذا البحث، ما في هال ما في هال بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نلتقي بكم مجددا ونجدد الترحيب بكم على القناة الفضائية الفلكية العربية. موضوعنا اليوم هو موضوع شيق وجميل، موضوع نتحدث فيه بإسهاب عن كافة مقوماته. سنتحدث اليوم عن السحر وكل ما يمت بصلة إلى هذه الكلمة. سنتحدث بداية عن تاريخ هذا السحر وعن العقائد السحرية القديمة في هذا المجال. شكلت العقائد السحرية أول عتبات الدين، ولها ثلاث أنواع من العقائد والأديان السحرية، وهي الفيتشية والأرواحية والطوطمية. بداية، الفيتشية هي أول عقيدة مادية آمن بها الإنسان، جاءت من خلال ظهور تصور سحري للعالم والأشياء، واعتمدت هذه العقيدة على بدائية سحرية تقول بأن قوة العالم أو الكون تجتمع في شيء معين بذاته، وأن تقديس هذا الشيء آت من كونه يحمل قوة كونية تشع منه تجعله مميزا عن كل ما يحيط به من أشياء. والفيتش بمعنى التميمة، ويعتقد أن القوة المقدسة ويعتقد فيها القوة المقدسة، وبذلك تكون بمثابة مادة مصنوعة تدل على أصلها المقدس، وهي مشحونة بقوة بالغة. وتعريف الفيتش أن الفيتش هو مكثف للقوة التي يمكن دفع الشر أو جذب الخير أو تحسين صاحبها، وإنها شيء يشبه المولد الكهربائي أو مولد الطاقة. وما زلنا في حياتنا المعاصرة نستعمل بعض هذه التمائم دون أن ندرك أنها منحدرة من أقصى ديانة سحرية عرفها الإنسان. فللخرزة التي يحملها بعض الناس أو الخاتم أو القلادة أو الأيقونة التي تحمل اسما أو كتابة، كلها تمائم سحرية اختلطت مع أغراض دينية أخرى. وتستعمل الفيتش أو التميمة للسيطرة أو لتحريك العالم المحيط أو لدفع الشر أو لجذب الخير، وقد تشمل التميمة إلى أشياء ذات صلة بالإنسان كالشعر والأظافر أو الدم، لأنها تتضمن قوة الإنسان وقدرته وكذلك جزءا من كيانه. ومن الممكن أن هذه الأشياء جميعا تمتلك القوة بإسناد إلى أن الإنسان يمتلك مقدرات هائلة وقوة عظيمة ولا يستخدمها. وتنقسم التميمة أو الفيتش إلى الطلسم الذي يجلب الحظ والسعادة، وإلى التعويذة التي تصون من المخاطر.
وتكتسب هذه التميمة أو الفيت قوتها السحرية من جميع الأشياء التي يستعملها ويستخدمها الساحر في عمله السحري، كلها أشياء فيتيشية أو تمائم، وتكون مشحونة بقوة عالية جدا مثل العصي، القرون والأحجار وقطع الحديد والخرز وغير ذلك. وجميع هذه الأشياء تكتسب قوتها أو قدسيتها من تلامسها مع دماء الأضحيات البشرية التي تحولت فيما بعد إلى أضحيات حيوانية تنحر من أجل أن تنقل القوة المقدسة من دمائها إلى مادة التميمة. وهناك بعض التمائم التي تكسب قوتها من الكلمة، أما بالتعزيم عليها وأما بالكتابة السحرية عليها، حيث تكسب قوتها وأحيانا يكون عن طريق الدم والكلمة مشتركة. وتتميز الفيتيشية عن باقي العقائد بوضوح الفيتش أو التميمة ليس مكانا للروح ولا تنسب إليه قوة شيطانية، بل هو تحديدا ماديا مشحون بقوة مثل المغناطيس الذي يحتوي على قوة الجذب الحديدة إليه أو الجذب الكهربائي. وهذه القوة تأتي من قوة كونية يكون مركزها التميمة أو الفيتش. نتابع أيضا حقول وأنواع السحر. أولا، السحر الخارقي هو مجموعة من الظواهر الخارقة التي ثبت ظهورها عند الإنسان منذ أقدم الأزمان، وهذا النوع يفترض وجود قوة خارقة أو إحساس فائق في الإنسان، مما يجعله مؤثرا في القوانين الطبيعية وقادرا على اختراقها والتجاوز عليها أو التحكم بها. وهو يركز جوهريا على تحدي القوانين الطبيعية فيزيائيا وكيميائيا وبيولوجيا، ويعمل ضدها ويحاول تطويعها لصالحه. وعادة ما يتمتع الإنسان بمجموعة هذه الظواهر ويمتلك مثل هذه القوى، ولكنه لا يستعملها ولا يدرب نفسه على استعمالها. مثالا على ذلك، يوجد في الاتحاد السوفيتي إنسانة اسمها ميخالوفا تستطيع تحريك الأشياء عن بعد، وهي مشهورة جدا. ثانيا، السحر التعاطفي، وهو سحر بدائي ويرى فيه الإنسان أن الطبيعة مجموعة من الظواهر والقوانين التي يمكن تقليدها، وسمي بالسحر التعاطفي أي المرتبط بعاطفة الجمع بين الأشياء وفق اعتقاد ما دون الشعور بالخداع. وهو على نوعين، السحر التشابهي الذي نشأ هذا النوع من مراقبة الإنسان لأشياء الطبيعة غير الحية بصورة عامة، فقد وجد أن الجزء الذي يأخذه من ماء النهر يشبه ماء النهر كله، وأن الجزء الذي يأخذه من التراب يشبه التراب كله، وأن بعض المطر يشبه المطر كله، وأن قبس من النار يشبه النار عامة. أي أن المكونات الطبيعية الأربعة، الهواء، التراب، النار، الماء، هي التي أوحت أن الجزء يشبع الكل، وهذا من الناحية العلمية أمر صحيح. مثال، الساحر يرسم صورة لعدوه ثم يطعنها ويحرقها على أساس أنها تشبهه. ثالثا، السحر الاتصالي، وقد نشأ هذا النوع من السحر من مراقبة الإنسان للأشياء الحية في الطبيعة مثل النبات والحيوان والإنسان، فقد رأى أن البذور التي كانت موجودة في الثمرة يمكن أن تنتج مرة أخرى، وأن الإنسان يلد شبيها له. لذلك التقى الإنسان هذا القانون الاتصالي الذي يقول بأن الأشياء إن كانت متصلة في زمن ما ثم انفصلت يبقى تأثير بعضها على بعض، وأن الجزء تأثير على الكل كما أن الكل تأثير على الجزء. من هنا يستطيع الإنسان الساحر إذا عمم هذا القانون على الطبيعة وموجوداتها فإنه يستطيع عليها ويؤثر بها. فرأى إذا أخذ شعرة من إنسان يمكنه التأثير عليه من خلالها. وينقسم السحر التعاطفي من الناحية العلمية إلى نوعين أساسيين،
هما السحر الأبيض وهو سحر رسمي وشرعي وهو مفيد، الذي كان يمارسه بعض الكهنة وينقسم إلى سحر عمومي يمارسه الملوك ويبغون منه خيرا عاما وتأثيرا في ظواهر كثيرة كالمطر والخصب والنصر وغير ذلك. السحر المنتج أو الإيجابي الذي يمارسه الكاهن المختص يبغي منه تحقيق شيء مرغوب. وهناك السحر الوقائي الذي كان الساحر المختص يتجنب به شيئا غير مرغوب به مما يجعله فعل الضد بحاجة إلى هذا الساحر محترف، وهو هذا السحر الوقائي بحاجة إلى ساحر محترف وينقسم إلى قسمين. السحر العجائبي يمارسه ساحر مختص تعلم صنعته أو ورثها وأتقنها. السحر لا إرادي الذي يشبه العجائب رغم أنه يأتي بالتعلم والتدرب. السحر الإرادي وهو سحر ضار يكمن في شخصية ما دون أن يدري به أو يقصده. السحر الكاذب وهو نوع من أنواع سحر الشعوذة، وهو أنسب كلمة لوصف هذا النوع من السحر لأنه يعتمد على الدجل والحيلة والغش والخداع وخداع البصر وخفة اليد. وهذا النمط من السحر منتشر كثيرا بين الناس ويمارسه ناس مختلفون، ويسعى المشعوذون إلى تلبس كل وسائل السحر عامة ويدعون أنهم يتصلون بقوة غيبية خارقة، كما أنهم يكتشفون أسرار الطبيعة، وكل ذلك من أجل ربح مادي أو جاه أو غايات أخرى. ويلجأ الناس بكثرة إلى المشعوذين الذين يعتمدون في شيوع ممارستهم إلى الخداع البصري أو التأثير النفسي، والذي يسهل السيطرة على الشخص والتأثير به. ويستعمل المشعوذ عامة وسائل وطرق لا حصر لها في أعماله، ولا يمكن رد أعمال المشعوذين إلى القوانين أو قواعد ثابتة لكل حالة مما يناسبها من تلك المواضيع. ولعل ثمة فائدة كبيرة أساسية للمشعوذين هم أنهم يقدمون راحة نفسية للذين يؤمنون بهم، وبذلك تكون أعمالهم أقرب إلى الاستشفاء النفسي. ننتقل إلى الموضوع الآخر، فاصل قصير ونعود إلى متابعة الموضوع. المكونات الأساسية للسحر. يوجد هناك ثلاث أركان للسحر. أولاً المعتقد السحري الذي يقوم على أساس وجود قوى مقدسة داخل شخصية الساحر تمكنه من السيطرة على العالم الخارجي والتحكم به. ثانياً الطقس السحري، فيقوم أساساً على قوة الساحر في تحويل الشبه إلى حقيقة، ويتطلب هذا حركات وأفعال يقوم بها الساحر كي يوحي بذلك. فمن السحرة من يقوم بتقليد الطبيعة أو تمثيلها، وكانوا يستعينون ببعض المواد التي لها خواص طبيعية، ومن تلك المواد يستخرجون عقاقير قوية تحدث انفعالات في نفس من يستعملها كالوسوسة والتخيلات البصرية وتغييرات في الشخصية تشبه الهستيريا، فيفسرها المشاهد بأنها نتيجة للقوى أو أرواح بالساحر. جميع تلك المواد محرمة وطرق تحضيرها محاطة بسرية تامة، وشخصية الساحر هي الركن الأساسي في السحر لأنها هي التي تؤدي الطقس السحري وتنفذ العمليات السحرية. ولذلك فإن اختيار الساحر كان يحتاج إلى تريث، وكان يخضع لقواعد دقيقة، فكان يختار المرشح منذ طفولته على أساس أن يكون سلسلة للساحر أو أن تقترن أفلاكاً،
مناسبة ساعة ميلاده أو أن يحمل بعض الشارات على جسمه أو تكون أعجوبة وقعت له في حياته. ثالثاً التعويذة أو الكلمة السحرية، وهي ما يطلقه الساحر من ألفاظ أثناء قيامه بالطقس السحري، وهي تشكل الجانب اللفظي بينما يشكل الطقس نفسه الجانب العلمي. والتعويذة هي لغة تتناسب مع الطقس الذي تؤدى فيه وتحتوي على أسماء شياطين أو كائنات غامضة، ومدلول التعويذة يشير دائماً إلى الغاية المطلوبة. أما بالتشبيه أو الاستعارة أو بتوافق الأصوات أو بسرد حوادث مماثلة من تاريخ السحر، ومضمون التعويذة تتناسب مع الطقس الذي تؤدى فيه. وأيضاً تستخدم الكثير من الأرقام المقدسة، ويستخدم بعض الحروف وحدها في إشارة ما إلى أداء لفظي خاص. فاصل قصير ونعود. وسائل وآليات السحر. يستند السحر إلى السببية المتشابهة أو الاتصالية بوعي أو غير وعي. جوهر السحر يستهدف إلى السيطرة من قبل الساحر على العالم الذي حوله عن طريق طقوس سحرية، وكذلك عن طريق شخصية هذا الساحر وكلمات سحرية قوية، وتكتسب شخصية الساحر الديني أقوى في فعالاتها شخصية الكهنة الآخرين، يعني أي السحرة العاديين، لأنها كانت تستلهم من غير المباشر في الأحداث. في الأحداث السحر والقوة والقدرة على التأثير. بداية أول وسيلة من الوسائل هي الكلمة. الكلمة هي أول وسائل السحر. فبالكلمة خلق، وتستخدم الكلمة منطوقة أو مكتوبة من قبل العالم الساري الأول. اثنين الساحر، لأنها تمتلك الطاقة أو القوة. الاسم إن اعتقاد أن وجود لشيء ما يكون له هو الأداة الدالة على الشيء أو الشخص اسما، فالاسم فيستعمله بنفسه، والساحر يعتقد بوجود القوة في الاسم وكذلك يستعمل نفسه، فاسم الإنسان أو الشيء شبيه به، ولذلك يستعمل في الطقس السحري على أنه هو ذاته، وعلى الساحر معرفة اسم الذي يقوم عليه العمل لكي يلفظ بكلمات معينة. التعويذة والتميمة، يكتبه أو ينقش عليه أو أي مواد أخرى مختلفة كقطع الملابس أو أي نوع من المواد أو أدوات الزينة، وهي أما أن تكسب قوتها منها أو من الطلاسم والكلمات التي المادة المصنوعة منها لدرء محتوياتها تحتويهما أو من كليهما. والتعويذة تلبي أو تحمل الأخطار عن صاحبها، وتهدف التعويذة القديمة إلى منع الأجساد من التفسخ، وهي يضعونها مصاحبة للأموات في قبورهم. وأيضا يستعملون الرموز والشعارات والصور التي تتبع الشياطين، والتي يمكن للساحر استخدامها، التي تدل على ارتباطا لأغراض سحرية، لأن الشياطين هم أشد بالسحر كافة، وكافة هذه الرسوم والأشكال على اختلاف تعددها تعد ارتباطا وثيقا بالعلاقة السحرية بين الساحر والمسحور أو الهدف المستهدف. الأعداد، جلود الحيوانات من المعادن
والنباتات وكل شيء حولها. يقول الباحث أن الأعداد لها سلطان عظيم في النفوس، فقد وضع السومريون النظام الستيني وأعطوه صفة فلكية وتنجيمية دينية، وقد قسموا على ضوئه السنة إلى 360 يوما و 12 شهر، وقسموا السنة أيام الشهر إلى 4 أسابيع والأسبوع إلى 7 أيام، واكتسب الكثير من الأعداد قداسته من خلال منظور ديني وسحري. فالرقم يدل على ذلك. ورقم 2 عرفه الناس عن الأعضاء في الجسد كاليدين والرجلين. والرقم 3 كان مناظرا دينيا على الجمع والكسرة إلى ما هنالك من الأعمال الحسابية التي يعتمد عليها الساحر. واستخدام الأعمى كان لنظرية فيثاغورس تلك الروحية الدالة في الأعداد ولها دلالة رياضية، ولقد درس هذا العمل في العلم في بابل، وأن التفكير بالعدد وخواصه يشكل، فالعدد ليس تجريدا محضا بل حقيقة كونية عمق الأشياء كلها بشكل واقعي. ولو أن حواسنا لا تقوى على تصور الأمر، وللأعداد خواص مكانية طبيعية بل روحية تلد بشكل مستمر، وبفضل ترتيبها يستطيع الإنسان الساحر الوصول إلى غايته. فاصل قصير ثم نعود لتتمة الموضوع.